نظم الاتحاد التعاوني والإسكاني دورة تدريبية لمجالس إدارات جمعيات الإسكان بمحافظة قنا، شاركت فيها أكثر من 60 جمعية، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادي. تقرير هاني شحاتة. على مدى يومين نظم الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي دورة تدريبية لجمعيات الإسكان بمحافظة قنا، وذلك لشرح القوانين واللوائح المنظمة لعمل جمعية الإسكان. وعلى هامش الدورة تم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع إسكان بمدينة قنا الجديدة لأعضاء جامعة جنوب الوادي. وفي نهاية الدورة تم تكريم عدد من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المشاركة في الدورة. الناس بتحضر عندنا في الاتحاد عشان نوحد المفهوم ونشرح القوانين المتعلقة بالتعاون والقوانين المتعلقة بالتعاقدات اللي بتبرمها أي جمعية عشان تعمل المشروع بتاعها. بالنسبة لنا، بالنسبة لأسوان، بالنسبة للأقصر، احنا قلنا ننتقل ليهم عشان بعد المسافة، والحمد لله الدورة كانت لمدة يومين، وفوجئت ان اكتر من 200 عضو من اعضاء مجالس إدارة حضروا، وده بيدل على الشغف في المعرفه، علشان النهارده لابد ان احنا نشتغل بقواعد واسس وبلغه واحده هي لغه القانون. فانا سعيد جدا ان احنا قدرنا نوصل معلومه لاهالينا في ان عملنا جولات في بعض المشاريع الجمعيه بتاعه العاملين باداره جامعه وادي جنوب الوادي وبعض جمعيات قفص. بصراحه مشاريع تشرف وحاجات جميله. احنا بس نطلب من الدوله مزيد من الاراضي للجمعيات دي، مزيد من الاراضي لسعادة الجمعيات. الجمعيات هي تنميه الاقتصاديه اللي ما زودتش عبء على الدوله، لان دي تنميه ذاتيه ما فيش تكلفه على الدوله. من محافظه قنا هانش حاتل، اخبار طيبه.